او حتى متربي في النادي الاهلي من قطاع الناشئين عارف كويس جدا ان الهدف الاساسي بالنسبه له هو الفوز، وهو اللعب بروح الفانيلا الحمراء، وده مش شعار يا جماعه والله بجد، يعني ده مش مجرد شعار، ده دي حقيقه. لما بتبقى بتلعب ومركز جدا ان انت لازم تكسب، وعارف ان النادي اللي انت بتلعب في صفوفه ده ما قدموش خيار اخر غير الفوز، والجماهير ما بتقبلش اي خيار اخر غير الفوز، بالتالي بتلعب بكل الروح اللي عندك، بالتالي بتحاول باقصى ما تملك من مجهود وعرق انك تفوز باي مباراه بتاخدها، ما بالك بقى كمان المباريات الحاسمه خلال الفتره الحاليه. فبالتالي ده تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ، وبيقول ان الروح القتاليه هي سلاح النادي الاهلي. كمان من ضمن كلام كابتن سيد عبد الحفيظ واللي هو يعني بيلفت النظر اليه، وهو خاص بشخصيه النادي الاهلي بتتمثل في روح اللاعبين والقتال حتى الثانيه الاخيره، وده اللي تعودنا عليه كمان من النادي الاهلي، وياما ياما النادي الاهلي قدر ان هو يفوز في الدقيقه 90 وبعد الدقيقه 90 كمان. عندنا امثله كتير جدا ومباريات كتير جدا، لو قعدنا نقول المباريات اللي الاهلي كسب فيها بعد الدقيقه 90 يعني هنحتاج حلقه كمان اعتقد. فبالتالي دي او ده روح مهمه جدا عند لاعيبه النادي الاهلي، وسمه من سمات النادي الاهلي الشخصيه ومن سمات لاعيبه النادي الاهلي الشخصيه، اللي بتبقى اكيد مديالهم قوه ودفعه قويه جدا ان انت بتلعب لاخر ثانيه، بتلعب للانتصار فقط لا غير. فبالتالي دي شخصيه النادي الاهلي اللي احنا محتاجينها خلال الفتره الجايه. ممكن بعد الفترات شخصيه النادي الاهلي غابت شويه، حسينا ان في توتر عند اللاعبين، حسينا ان في قلق في بعض المباريات من اللاعبين انفسهم، ودي كانت حاجات بصراحه غريبه شويه بالنسبه للجمهور الاهلاوي، ان ما كانش متعود ان بيشوف النادي الاهلي بالمنظر ده. لكن بدايه من مباراه المصري لا، في الحقيقه الروح القتاليه عادت بشكل كبير، الاهم كمان شخصيه النادي الاهلي عادت بشكل كبير جدا. وهديكم مثال لشخصيه اللاعبين، يعني مثلا علي معلول ضيع ضرب الجزاء في مباراة الطلائع في الدقيقة 60 تقريبا، انت محتاج للهدف عشان تكسب وتاخد الثلاث نقاط وعشان المنافسة وكل الكلام من ده. الجميل في علي معلول ان هو نسي خالص ضربة الجزاء اللي ضيعها، وركز ازاي يساعد الفريق اولا في ان هو يعوض هذه ضربة الجزاء، وازاي يعوض الاخفاق في تسديدها او في احراز الهدف، وان النادي الاهلي يفوز بالثلاث نقاط. ده وضح لعلي معلول لحد ما كمان جاب هدف الفوز، الهدف الرائع في الحقيقه، والتصويبه يمكن ناس كتير قالت لا ما تشوطش، لكن هو في الحقيقه شط الحمد لله وجت جون. فبالتالي دي شخصيه النادي الاهلي ودي شخصيه لعيبه النادي الاهلي، ان انت حتى لو بتمر ببعض الظروف في المباراه لازم تركز في الدقائق المتبقيه من المباراه، لازم تركز بشكل كبير جدا في انك تنهي المباراه بالفوز على طول. وارد جدا انك تضيع ضربه جزاء، وارد جدا انك تضيع فرصه، رغم بصراحه يعني عشان نتكلم بصراحه كبيره ان النادي الاهلي عنده مشكله في اهدار الفرص السهله، مش بس من وليد ازارو على فكره، يعني عشان الناس بتركز شويه مع وليد ازارو بالذات، يعني هو بيضيع فرص كتير، لكن في بعض اللاعبين بيضيعوا فرص ايضا، يعني شفنا جيرالدو في مباراه بيراميدز ضيع فرص كتير جدا، في بعض اللاعبين اجاييه كمان في مباراه المصري ضيع في اخر 10 دقائق فرصتين ثلاثه. فدي مشكله عند لعيبه النادي الاهلي وازمه لازم الجهاز الفني يفكر فيها، واكيد هم بيفكروا فيها ولازم يلاقوا حل لهذه الازمه، لان انت في فتره حساسه جدا مش محتاجه ان انت او مش هتستحمل ان انت تضيع فرص تؤدي في النهايه ان انت تخسر نقاط في اي مباراه. فلازم يكون في تركيز على انهاء الهجمات باهداف. ممكن يجي لك فرص كتير، بس الاهم ان انت تحاول تجيب اكبر كم من الاهداف من الفرص دي، حتى الاهم كمان انت لو جالك فرصتين ثلاثه في المباراه تجيب منهم هدف او هدفين، يعني مش لازم تجيب كل الفرص، المهم ان انت تكسب، المهم ان انت تبقى مركز وهادي جدا قدام المرمى، عشان هدوءك ده اللي هيخليك تركز في كيفيه وضع الكره في الشباك. فهو ده الهدف الاساسي بالنسبه للاعبين، ويمكن دي من ابرز السلبيات عند النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. لكن نرجع للشخصيه، الشخصيه موجوده، لاعبين النادي الاهلي مركزين ده بشكل كبير، واديتكم مثل زي مثل علي معلول، ومش بس علي معلول، يعني اللقطه كمان عمرو السوليه لما علي معلول ضيع البلن لا جابه كده من ايده، يلا بسرعه يا علي هنركز في اللي جاي ومش مشكله خالص ولا يهمك، وده فعلا حصل، وكانت الروح واضحه جدا على لعيبه النادي الاهلي. وطبعا تالق عدد كبير من اللاعبين امثال صالح جمعه العائد من غياب كبير جدا وبعيد جدا، احد ابرز اللاعبين في الدوري المصري في الفتره الاخيره هو صالح جمعه. اتمنى ان هو ان شاء الله يواصل على هذا المستوى ويؤدي في النهايه المستوى ده لانضمامه لمنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه المقبله. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه. كمان
اتكلمنا على النادي الاهلي بيختتم استعداداته من خلال مباراه النهارده، ومباراه خلاص بكره مهمه جدا بالنسبه للفريق بعد ما كسبت المباراه الاخيره او اخر مباراتين. مهم جدا ان انت تواصل الانتصارات عشان باذن الله تفوز ببطوله الدوري. عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على جيرالدو. جيرالدو عارفين ان هو في مباراه طلع الجيش وعمل اسيست باصابه كده، يعني الكره اتلعبت من صالح جمعه بطريقه كويسه جدا في الحقيقه. جيرالدو حط دماغه وراحت لازارو اللي حط الكره في الجون، لكن محمد بسام حارس طلع الجيش دخل في جيرالدو بشكل جامد، ادت له فقدان مؤقت في الذاكره ودوار عند اللاعب كده واغماء بسيط، فبالتالي الاصابه دي حرمت جيرالدو من استكمال المباراه الشوط الثاني بالتحديد. بالتالي كمان اليوم التالي على طول لمباراه الاهلي والطلائع جيرالدو ما شاركش في تدريبات، لكن امبارح ابتدى يشارك في تدريبات بشكل طبيعي جدا، النهارده كمان شارك في تدريبات بشكل عادي جدا، وكمان هو متواجد في قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد. محاضره فنيه للاعبين. بالمناسبه المحاضره الفنيه قبل التدريبات النهارده مش دي المحاضره الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي النهارده، لا النهارده بعد ما الفريق هيروح لمقر الاقامه الخاص بيه هيكون في العشاء بتاعهم بتاع اللاعبين والجهاز الفني. بعد العشاء مباشره هيكون في محاضره بالفيديو اخرى للاعبين للتركيز على بعض النقاط الهامه، سواء النقاط الايجابيه او السلبيه لفريق النجوم، وكمان الايجابيه والسلبيه بالنسبه للنادي الاهلي. السلبيه هتحاول تطورها، هتحاول تتفاداها، وكمان الايجابيه هتحاول ان انت تزود منها وتحاول ان انت تستغلها بشكل كبير جدا عشان ان شاء الله باذن الله تحسم الفوز مبكرا، وهي اكيد مباراه غايه في الصعوبه بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. حتى لو مركز فريق النجوم اعتقد المركز الاخير في جدول الترتيب، لكن برضه هي مباراه صعبه، وخصوصا زي ما قلت لحضراتكم ان هو فريق بينافس على البقاء في بطوله الدوري وبيحاول ان هو ينتشل نفسه من الهبوط اللي هو اقترب منه في الحقيقه يعني. فباذن الله الامور كلها تسير في صالح فريق النادي الاهلي. ده فيما يخص الفريق واستعداداته لمباراه الغد. معانا الشريف شعبان يا جماعه ولا لسه؟ تمام. اوكي طيب، لحد ما يجي لنا الشريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي عشان يطمنا بشكل اكبر على الفريق. خليني اقول لحضراتكم النهارده كان في مباراتين في بطوله دوري ابطال افريقيا للاسف اخفق النادي الاهلي في التاهل لدور نصف النهائي فيها بعد الخروج امام صن داونز. النهارده في تمام الساعه 3 عصرا بالتحديد كان مباراتين، مباراة الوداد مع صن داونز ومباراة الترجي ومازيمبي. المباراتين اتأهلوا أو انتهوا بالتعادل السلبي 0-0. التعادل ده أدى لإيه؟ أدى لتأهل الترجي التونسي مباشرة بعد ما فاز في المباراة الأولى على مازيمبي هناك في تونس بنتيجة 1-0، وأدى أيضا لتأهل فريق الوداد المغربي أمام صن داونز للمباراة النهائية بنتيجة 2-1، وهي نتيجة المباراة الأولى أيضا في كازابلانكا. فبالتالي احنا بنبارك طبعا بكل تاكيد لاشقائنا في المغرب وتونس ولكل جمهور الوداد ولكل جمهور الترجي، وهم في الحقيقه ناديين كبار جدا وهم المنافسين الاساسيين للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه خلال اخر كام سنه. وده طبعا نهائي متكرر، نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا ما بين الترجي والوداد. 2011 كانوا واجهوا بعض في النهائي وقدر الترجي ان هو يفوز بالبطوله بهدف على ما اتذكر هيلسون افول الجناح الايمن او الظهير الايمن لفريق الترجي في هذا التوقيت، لاعب غاني طبعا معروف اكيد كلنا عارفينه، وقدر ان هو يحرز هدف الفوز لفريق الترجي اللي من خلاله قدروا ان هم يفوزوا ببطوله دوري ابطال افريقيا ويتاهلوا كاس العالم للانديه. هتكون اكيد مباراه او مباراتين كبار وصعبين جدا امام الفرقتين او بين الفرقتين سواء الوداد والترجي، ونتمنى التوفيق للافضل ان هو يشرف القاره الافريقيه بشكل كويس جدا في كاس العالم للانديه. فوز الوداد والترجي في الحقيقه بيعكس بعض الامور اللي ممكن تكون سلبيه عندنا، وانا بحب دايما اتكلم بصراحه، لازم نركز خلال الفتره الجايه، لازم نشوف ايه العيوب اللي عندنا، لان الكره الافريقيه يا جماعه بتتطور بشكل كبير جدا سواء على صعيد شمال افريقيا فرق شمال افريقيا او حتى فرق الجنوب. شوف صن داونز فرقه كبيره جدا، شوف مازيمبي طبعا فرقه صعبه جدا، عندك فرق كثير جدا بخلاف كمان الترجي والوداد وعندك الرجاء المغربي وعندك النجم الساحلي، والنجم الساحلي طبعا بيلعب في الكونفدراليه، لكن انا بتكلم بشكل عام على البطولات الافريقيه بتتطور بشكل كبير جدا. لازم كنادي اهلي بقى خلينا نركز مع النادي الاهلي او الانديه المصريه بشكل عام، لازم انت تطور من نفسك، لازم ان انت تشوف ايه النواقص اللي عندك وتحاول تزودها. لازم لما تيجي بالنسبه بقى للنادي الاهلي دي بالتحديد لما تيجي تتعاقد مع لاعبين تتعاقد مع لاعبين مستوى اول. انا بتكلم على اللاعبين الاجانب بالتحديد، احنا عندنا لاعبين مصريين مميزين، وفي الحقيقه في شهر يناير السابق مجلس الاداره ما بخلش خالص على الفريق وقدر ان هو يجيب عدد مميز جدا من اللاعبين المميزين اللي عندهم شخصيه النادي الاهلي.
لكن لما تيجي تدور كمان على لاعب اجنبي بالاضافه للاعبين المميزين الاجانب اللي عندنا في الحقيقه، لكن برضو تحاول تجيب لاعب اجنبي من التصنيف الاول اللي هو اللاعب اللي يجي يفرق معاك على طول، اللي انت ما تستناش عليه ولا تجربه ولا تستنى لما يستوي كده بلغه الكوره او تستنى لما ينسجم مع الفريق. لا، الفترة الجاية أو البطولات اللي جاية لو عايزين ناخد بطولة دوري أبطال أفريقيا لازم نركز بشكل كبير جدا في حسم الصفقات الهامة جدا جدا جدا. طيب أوكي أوكي، جاهز شريف معنا؟ طيب خلينا نروح لزميلنا العزيز شريف.